أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن فخره واعتزازه بنجاح عملية إطلاق مسبار الأمل الإماراتي. وفي كلمة له اعتبر أبو الغيط أن مسبار الأمل يمثل رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارككم اليوم نجاح عملية إطلاق مسبار الأمل. هذه المناسبة الفريدة والمحطة الفارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات، إحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم والمجالات. إن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه، والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ. إن هذا الإنجاز يعد مساهمة إماراتية وعربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية، ويرسل رسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل، ويعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد. والحق فإن هذا الإنجاز أيضا هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته.